كابتن الفرقة، ايه استعدادكم لماتش المدرسين؟ صراحة بكل احترامي للمدرسين، بس احنا هنكسب وبفرق كبير وما بنهبش اي فريق، ومن الاخر انتظرونا. هل المدرسين بيمثلوا ضغط عليكم؟ لا والله ما فيش ولا ضغط ولا حاجة، بس هي الفكرة ان احنا كنا عايزين نعمل ماتش، نطلع بماتش احتفالي، بس بعد التصريحات اللي سمعناها من المدرسين حابين نقول ان هو مش هيبقى ماتش احتفالي وهنرد في الملعب. الماتش ده هيخلص كام؟ والله بالنسبة للنتيجة كل اللي اقدر اقوله ان يعني النتيجة كارقام الله اعلم، بس كل اللي اقدر اقوله ان الماتش زي ما بيصدرلونا ان هو ماتش احتفالي، هو مش ماتش احتفالي خالص. احنا كمدرسين مش ناويين خالص يبقى ماتش احتفالي، والكرة اتعملت عشان تتلعب بالعقل مش بالجسم، وان كان الجسد لا يرحم بس العقل لسه شغال الحمد لله. بصفة حضرتك معلم ومعلق في نفس الوقت، ازاي هتتحكم في مشاعرك من ناحية المعلمين والطلبة في نفس الوقت؟ والله في الواقع الموضوع صعب جدا جدا، لان طبعا انا قلبي مع طلبه حبايبي وفي نفس الوقت زمايلي المدرسين برضو، رغم الاغراءات اللي كل يوم بتعرض ليها علشان احاول اميل ناحيه المدرسين، لكن طبعا ما اقدرش اعمل ده، لان طبعا لازم يبقى في فيها في الموضوع ونطلع المشي بشكل بس رغم هذه الاغراءات برضو مش هبيع ضميري. تتوقعي الماتش هيبقى عامل ازاي؟ طبعا المنافسه تبقى قويه جدا، ان عندنا مهاريين في المدرسين، بس المهاره الاكبر لاولادي في جريد 11 معظمهم محترفين، ان شاء الله الغلبه ليهم. اشجع مين في ماتش المعلمين والطلبه؟ لا والله مش متابع انا. وناحيه الجون انا هبقى واقف الجون على فكره، مش حد يجي ناحيتي خالص ولا هيعرف يفاول جون مني. Thank you.